بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن النوم على الجانب اليمين. يقول خبراء النوم أن النوم على الجانب الأيمن مفيد لمرضى القلب، لأن القلب يكون في وضع مريح ويساعد على ضخ الدم بشكل أفضل، ويساعد على تخفيض ضغط الدم ومعدل نبضات القلب. ويؤكد الباحثون أن النوم على الجانب الأيمن له فوائد عديدة، خاصة في بداية عملية النوم، لأن النائم يتقلب خلال الليل بشكل طبيعي. هناك أمر مهم ينصح به المعالجون النفسيون لعلاج الأرق وقلة النوم، وهو غسل الأيدي والوجه والقدمين وممارسة شيء من التأمل والتفكير الإيجابي للمساعدة على النوم. والعجيب أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذه الأشياء تماما، بأن نتوضأ ونضطجع على الشق الأيمن ونواجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. صراحة ما نقول له سبحان الله والله أعلم.